بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سر التسبيح اللي احنا بنسبحه في شهر كياك، أحب إنه يبقى واضح. حضور الله في عالم الإنسان هو شيء مرعب للغاية، دي حقيقة. من كم يوم كنا بنتكلم على يوم الرب، دي حقيقة في كل الكتاب المقدس من أول آدم لما تواجه الله مع الإنسان في الخطية. شفتوا اللي حصل، اطرد من أمام الله ونزل عليه العقاب والحزن كل الأيام. لما ابتدى الله يفتقد الإنسان وجاب موسى وقال له تعالى أنا عاوز أسكن في وسطكم، هات لي الشعب كله أنزل. لما سمع أنينهم قال أنزل وأقعد معاهم، فنزل الله طفأ السماء ونزل. طب كان إيه المنظر؟ قال لك نار ودخان، اللي داخل يقعد، اقعد يا سيدي، اقعد يا حبيبي، اقعد صليب، اقعد حبيبي اتفضل. فدخل الله عالم الإنسان، نزل على الجبل، جبل دخن نار دخان، الشعب استعفى خاف. ليه خاف؟ لأنه خاطي مستكبر. فقالوا لا لا مش عاوزين نشوف، روح شوف انت وبقول لنا بيقول لك ايه واحنا نعمل. ورفض الانسان حضور الله بسبب كبريائه وذاته وخطيته. لفت الايام والله عارف ان حضوره عالم الانسان هيبقى مرعب، لغايه ما اتى سر التجسد وظهر الله بكامله في شخص إنسان بسيط اسمه يسوع، حامل جوهر الله وكيان الله وحضور الله بكل قوته بس في شكل متضع. فقبلوا الإنسان ورفضوا المستكبرين. لما تقرأ في قصة ميلاد الله في شخص يسوع تلقى إنه المتكبرين نفس موقفهم من حضور الله. هيرودس متكبر حب يقتله، فريسيين رفضوه، أمال مين اللي قبله؟ المتضعين. كما كان وهكذا الآن إلى مجيء المسيح. مين اللي بيقبل حضور الله؟ الشخص المتضع. المتكبر لو أتى الله مش هيقبله بأي صورة. علشان كده إحنا المتضعين قدرنا نلقط تسبيح السمائيين. سر التسبيح اللي إحنا بنعمله، التسبيح ده مش بتاعنا، ده إحنا ابتدينا التسبيح قوموا يا بني النور نسبح رب القوات. ده التسبيح ده نزل لنا من فوق. لما نزل الله عالم الإنسان قال لك إيه؟ ظهر جوقة ألوف من الملائكة يسبحون. فإحنا بنسبح رد الفعل التسبيح السماوي. ومين اللي هيحس بيه؟ المتضعين. عشان كده موسم التجسد ده موسم تسبيح إلهي. إحنا قاعدين في جو السماء، الملائكة هي اللي بتسبح وإحنا بنزق نفسينا جواه. المتكبر فينا مش هيحس، والمتضع هيتملي ويملاها الله. تعالوا نقدس هذه الأيام ونحط قدامنا هدف واحد نكمل بيه الثلاثين يوم اللي باقيين دول. تواضع، حط نفسينا
تحت كل حاجة. إيه رأيكم؟ إن كان الإله اتولد في مسود، ما بالك أنا وإنت؟ تعالوا 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 نتضع قدام كل الناس، المسيء والمتكبر، نتضع لكي يملانا الله ويحل فينا. له المجد للأبد، أمين. نصلي.